أهلا بكم من جديد. تعهد الرئيس البرازيلي الجديد جارير بولسونارو بتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد وشن حملة على الفساد والعنف والأيديولوجيا اليسارية. ويدفع إعجاب الرئيس البرازيلي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليده في بعض الأحيان، سواء أكان ذلك في توجهاته السياسية أم في أسلوبه. ويفترض أن يتوجه بولسونارو إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأولى من ولايته. من يمين الوسط إلى أقصى اليمين، البرازيل إلى منعطف جديد. جاير بولسونارو اليميني المتطرف ينصب رسميا في مجلس النواب رئيسا لأكبر دولة في أمريكا الجنوبية. الضابط السابق في الجيش الذي عرف ببنيته الجسدية القوية كان يلقب بالحصان الجامح، لهذا الاسم من صاحبه نصيب. برنامج سياسي يقترب من أن يكون برنامجا انقلابيا، إذ سجل لبولسونارو أكثر من تصريح يتغنى فيه بالحكم العسكري معتبرا إياه مرحلة مجيدة من تاريخ البرازيل. ككل اليمين الصاعد في العالم، يأتي الأمن على رأس قائمة البرنامج السياسي للرئيس الجديد. من الملح جدا وضع حد للأفكار التي تجرم الشرطة وتدافع عن المجرمين. هذا هو السبب الذي أدى إلى زيادة العنف في البرازيل وجلب انعدام الأمن. نظام جديد عنوان مرحلة بولسونارو. سنجدد النظام في هذا البلد. نحن ندرك هذه المسؤولية الكبيرة والتحديات التي سنواجهها. نعرف جيدا إلى أين سنذهب وما الإمكانات التي تتمتع بها بلادنا. يبدو أن التحول في عهد بولسونارو لن يقتصر على الداخل البرازيلي فقط، بل سينعكس على ترتيب العلاقات الخارجية والتحالفات التي كانت بلاده قد خططها لنفسها. حفل التنصيب تقدمه مايك بومبيو ممثلا عن الرئيس ترامب الذي هنأه بتغريدة على حسابه في تويتر. ولم يفت بنيامين نتنياهو مشاركة حليفه الجديد هذه المناسبة. يكتمل مشهد اليمين الشعبوي الصاعد من أوروبا إلى أمريكا الشمالية لتضم الدائرة أمريكا اللاتينية والتي ربما تكون مقدمة لدول أخرى. ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة فلوريا نوبوليس في البرازيل الصحفي أمجد أبو سيدو. أهلا بك سيد أمجد إلى العربي اليوم. إذن هذا الفوز للرئيس البرازيلي اليميني، ماذا يعني بالنسبة للبرازيل في السياسة الداخلية الآن مع كل الخلفية التي يتمتع بها؟ نعم، لا شك أن شخصية الرئيس الجديد جاير بولسونارو الذي تسلم رسميا مهامه للسلطة وأدى اليمين الدستورية تحت قبة الكونغرس بالأمس رئيسا للبلاد ليصبح الرئيس 38. الرئيس بولسونارو شخصية مثيرة للجدل. نحن أمام ترامب جديد للبرازيل، كما يطلق على الرئيس الجديد جاير بولسونارو بأنه ترامب البرازيل، وهو لما يعني علم بهذا الأمر أبدأ سعادته. فنحن أمام شخصية مثيرة للجدل داخليا وخارجيا. داخليا بتصريحاته اليوم الصحافة غردت قائلة أن خطاب بولسونارو كان يعني المفردات التي تتكررت: العائلة، السلاح، الأمن، الشرطة، وبالتالي هذه المفردات التي تعطي انطباع عن خلفية الرجل. الرجل أصبح رئيسا بخلفية عسكرية، هو متقاعد من الجيش رغم تصريحاته المثير للجدل حول تسليح الشعب، حول السياسة الخارجية، حول قضايا كثيرة، إلا أن الرجل فاز وتقلد سدة الحكم في البرازيل. طيب البرازيل يعني هي من الدول، نعم، كانت من الدول اليسارية التي تقف مع حركات التحرر في العالم، مواقفها تختلف بشكل كامل عن مواقف الولايات المتحدة وخاصة الآن. ما الذي سيتغير أكثر شيء بالنسبة للمواقف في السياسات الخارجية للبرازيل، وهل سيكون هناك انعطافة 180 درجة؟ نعم تماما، أبدأ من حيث انتهيت. انعطافة 180 درجة.
أبرز المواقف السياسية التي تغيرت في البرازيل، في نظرة البرازيل في تعاملها، الموقف تجاه القضية الفلسطينية. البداية كانت من الحملة الانتخابية للرئيس الذي فاز وتقلد منصب في البرازيل، قال سأقوم بنقل السفارة البرازيلية إلى القدس وسأعترف بها عاصمة لإسرائيل، أو أي مدينة تريدها إسرائيل عاصمة لها سأعترف بها. وذهب لأبعد من ذلك، قال سأقوم بغلق السفارة الفلسطينية في برازيليا العاصمة، وينبغي على الفلسطينيين أن يكون لهم دولة حتى تكون لديهم سفارة عندنا. وبالتالي كان هذا الأمر تحول بالكامل. طيب، السياسة الخارجية البرازيلية لصالح الاحتلال الإسرائيلي. كل الرؤساء الذين حضروا، 11 رئيسا حضر لمشاركة في حافل التنصيب، كل الرؤساء تم الاجتماع معهم في اليوم التالي، كما الحال مع وزير الخارجية الأمريكي، رئيس تشيلي، إلا رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تم الاجتماع معه قبل عدة أيام. طيب، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه، وبدقيقة لو تسمح سيد أمجد، المجتمع البرازيلي نفسه الذي تربى لسنوات طويلة على أفكار مختلفة عما يتم طرحه الآن، في ظل يعني وصول هذا الرئيس إلى السلطة، هل هذا يعني بأن موجة اكتساح اليمين الشعبوي بدأت تغزو أمريكا اللاتينية؟ لا شك، نحن الشعب البرازيلي عقد ويزيد من الزمن في الحكم اليساري، كما ذكرت كان مع حركات التحرر مع فلسطين وغيرها. اليوم الأمر يتغير، اختيار الرئيس بولسونارو كان ضمن عملية معقدة جدا بسبب الأزمات الداخلية الموجودة داخل البرازيل، الحكم على الرئيس الأسبق بقضايا فساد، إقالة ديلما روسيف الرئيس السابق وهي في سدة الحكم، وبالتالي كان هناك اختيار لبولسونارو. الآن فيما يتعلق بهذه السياسة الخارجية، بلا شك الشعب البرازيلي كما في عدة استطلاعات يرفض هذا الانفتاح الكبير على إسرائيل، وأيضا التغير تجاه الشعب الفلسطيني واتجاه القضايا عادل وقضايا التحرر. وبالتالي الشعب البرازيلي يرفض، هو يعتقد أن هذا الأمر هو مجرد يعني تصريحات سياسية لن تخرج إلى النور، بدليل أن الرئيس البرازيلي حتى يوم السبت الماضي تغيرت حدة خطابه وقال حتى اللحظة أقيم موضوع نقل السفارة ولم أحسم القرار بعد. شكرا لك، كنت معنا عبر سكايب من مدينة فلوريانوبوليس في البرازيل، الصحفي أمجد أبو سيدو.